نقول لك هذا هي الفريق الدفاع الحسني متجدد على الانتصار، وتبقى بالنسبه لنا حنايا الهزيمه حقيقه هي مره، لان ربما كان يكون تعادل كانت تكون شي شويه ما هاد الهزيمه، ولو كيكون كاين تفاؤل من ناحيه الاداء من ناحيه اللعب، كاين تفاؤل كتحس بان معمر الخصم كان كيبان بان قوى منا، رغم ان عندنا واحد يعني لاعبين في يعني في السن انهم ما عندهمش تجربه وما عندهمش، وزيد على هذا دربنا يلاه ثلاثه الحصص، لان كتجيك انك تلعب نهار الثلاث وانت لعبتي السبت كدير ديكراساج كدير ديبلاسمون انت ولا لا؟ يلاه تنخدموا معاهم في الطابلو وكنخدموا معاهم شي شويه مع سميتو لي داتا شو داكشي باش نسييو ندخلوهم شي شويه في اللعب اللي، ورغم ذلك يعني واحد المعدل كبير كاين ديال الاسلوب اللي باغي انايا شي شويه الانديفيدواليتي كتنقص، ولا سيما في لاطاك، وهذا الشيء غيعذبنا شي شويه، لان كانوا عندنا واحد ماشي فرص كثيره، ولو اننا الاحتكار ديال الكره ربما كان عندنا كثير، ولكن الفرص ديال التسجيل كانوا جوج ثلاثه ماكسيموم اللي كانوا، ولكن فرص يعني سهله التسجيل. الملعب ديالنا عطاتنا كو دو بوش، وكنشكر اللاعبين على المقابله ديالهم، افيكتيفمون كنا ثمان اليوم باش نحققوا نتيجه ديال الايجابيه، لان لو ديرني مات كان صفر دي بوان ديفيت، كيف ما كتعرفي الا دخلتي في هذيك الدوامه ديال لي ديفيت ما تقدرش تخرج منها، واخا تكون عندك اون بون ايكيب كتبقى سيغ لو بلان سيكولوجيك كان 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 كتولي تفادي. فكنظن بانه اليوم باش ما نكذبوش حنا لقينا بوكو د لاكون تاكتيك، لانه كيف ما ماركو علينا تبعونينا بزاف ديال الاهداف لا ميم شوز، وباقا الي انكلو هذيك الطريقه اللي كانت كتلعب. فكنظن بانه ملي كتجيك من الكيب كدير انت ديغنوستيك بزاف اللاعب اللي عندك والبلون اللي غتحطو. فالحمد لله حنا مع اللعبه ما كانش عندنا وقت بزاف باش نخدمو، ولكن بوندون هاد لي كات ولا لي سانك سيون لي سانك سيونس اللي درنا، لان ابري الماتش ديال فاس كان جوست لي مويان دو ليكيب و لا فريسور، لان ما تقدرش تخدم ديجا ان سيكل ديال لو ماتش لي دابخي اللي غنلعبو مع توركا تواصلنا ما نكشوش. كنحاولو ان شاء الله بعيد لان ادابتيو ليكيب تاكتيكمون، لان عندنا دي زيليمون كون بو في لا ترانزيسيون اون بو فيغ ما نقدرو نمشيو نقدرو نسجلو كيف درنا في بروميير ميطون. حاولنا بروميير ميطون باننا نفعو البلوك، لانه انا نورمالمون ما بلوك بريفيري سي لو ميديون، ولكن حاولنا نديرو بلوكو لانه ليكيب كنعرفوها ليكيب ديال تي بوان لو ترازي اللي دارو الماتش اللي لعبو كونتر اكادير سي لا ميم شوز، ولكن كتبقى حنا عندنا واحد لافونتاج هو باننا مدخلين في التيران وخاصنا نديرو لي 3 بوان كيف قلتي سي ان شامبيون ا نيغوسي. اليوم دينا 3 بوان الفو بونسي الماتش الاخر، خاصنا نفكرو في الماتش الاخر كيفاش نحققو نتيجه ايجابيه، كيفاش عاوتاني نبروف لا بون فورمي باش نقدرو نلعبو ضد فرق توركا اللي تا هو راه اون ديفيت، لانه خاصها في لو كونتيكست دو ماتش. فان شاء الله باذن الله كنحاولو ناخدو اون ايدي على اللاعبين كاملين باش ما نظلمو حتى شي واحد. دابا عندنا تي جروب اللي كنخدمو به بوندون هاد لي 3 ماتش، وابخي من يكون عندنا لي جي موان 7 يكون عندنا لا سيمين كامله نخدمو سيغ لو بلان تاكتيك، وحتى اللعبه افيك لو فيزيوناج بزاف ولا داتان تقدرو باش تقدر تفهم، لان لو جوار ماروكان دابا خاصك تهضر معاه شي حويجات توريهم ليه، مابقاش داكشي ديال الكري. فكنتمنى ان شاء الله باذن الله تكون هذه هي الانطلاقه ديال المسيره ديالنا. كيف ما قلت سي ان شامبيون ا نيغوسي، كاين ماتشات ديال الحساب، حنا اون با كونسيرني بار لو تيتر اكتويلمون باش ما نكذبوش، حنا ما غنديروش شامبيون باش ما نكذبوش، اذا خاصنا نخرجوا من لا زون دان كونفور وندخلوا لا زون دو كونفور باش نقدروا ابري نديروا نشوفوا ان شاء الله باذن الله نفيزيو كيف ما قلت في الاول. ف لو ديرولمون ديال الشامبيونه هو اللي غيعطينا اون فيزيبيليتي على 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 المرتبه اللي غنحققوها. فكنظن الحمد لله كنشكر حتى الناس المسؤولين كل شيء الاجواء متوفره، لانه كيف ما قلت جديده سيغ لو بلان لوجيستيك، فكنظن بانه في بارتي دي 4 ولا 3 بلوك 4 ولا 5 كلوب اللي كاينين ديليت اللي عندنا، فكنظن جديده منهم لانه الحمد لله عندنا بلان متوفره. كنتمنى ان شاء الله باذن الله ندخلوا انكليو لهذيك هذاك لو سيستيم ولا هذيك لا فيلوزوفي اللي كنلعبو بها حنا اللاعبين، نتمنى خير ان شاء الله باذن الله.